السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله خاتم المرسلين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. بسم الله ما شاء الله، لا قوة إلا بالله، أستغفرك ربي وأتوب إليك. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليك. في فيديو لسه شايفه كده سريعا، كان في مؤتمر صحفي بعد هروب عصام الحضري إلى سويسرا، يعني هروبه من النادي الأهلي. كان في مؤتمر صحفي المنوي الجوزيه، واللي كان بيترجم له حسام البدري. سئل عن عصام الحضري، ما كانش حابب يتكلم، قال لك مش عايز اتكلم عنه. فالصحفيين اصروا، يعني قال يعني قولوا لي زي ما انت عايز تتكلم قول يعني. فالخواجه، انا بقول الخواجه منوي الجوزيه، الخواجه، والخواجه دي اعنيها يعني اعنيها علشان بعض الناس اللي بيقول لك احنا ابناء النادي وطالعين ياكلوا وينهشوا في النادي. مانويل جوزيه الخواجه مش ابن النادي الاهلي، اللي جه درب النادي الاهلي والنادي الاهلي اضاف له، هو عارف كده، وعشان كده جماهير النادي الاهلي بتحب مانويل جوزيه. اتكلم عن عصام الحضري، قال لك عصام الحضري مخادع، عصام الحضري خدعنا، عصام الحضري خدع النادي الاهلي، عصام الحضري خدع الجهاز الفني. شيء طبيعي جدا. اللي مزعلنا مش ان هو مانو جزيري بيقول، اللي مزعلنا ان مش ان عصام الحضري ساب النادي الاهلي، اللي مزعلنا الطريقه اللي مشي بيها عصام الحضري. وضع طبيعي ان مفيش لاعب بيفضل في نادي وحيد على طول، لكن في طرق. انت عايز تنتقل لاوروبا، عايز تروح نادي تاني، عايز تدور على فلوس، مفيش مشكله، بس امشي في الطريق الشرعي المشروع. لكن الطريقه اللي مشي بيها عصام الحضري طريقه كلها خداع. وقال ان عصام الحضري حاليا هو رجل غني، واللي عمل له الفلوس دي واللي اداله الفلوس دي النادي الاهلي. قبل النادي الاهلي ما كانش شيء، كان فقير، لكن وجوده في النادي الاهلي خد بطولات، خد فلوس، بقى راجل غني. وبيطلب بقى من كل جماهير النادي الاهلي والناس في جماهير النادي الاهلي او اي حد يمحي عصام الحضري او صوره عصام الحضري من النادي الاهلي علشان الطريقه اللي مشي بيها عصام الحضري. بقول الكلام ده ليه؟ شفتوا حب الراجل للنادي الاهلي ودفاعه عن النادي الاهلي؟ طب ما كان هيفرق مدرب، حارس مرمى مشي هرب منه، ايه المشكله؟ هو عانى شويه صحيح مع امير عبد الحميد اللي جه متضرر للنار وكان في شويه مشاكل يعني، لكن ما حدش كان حاسبه ده راجل. لكن حبه للنادي والطريقه اللي مشي بيها عصام الحضري، خواجه بيدافع، يا متعب، خواجه بيدافع عن النادي الاهلي، يا حسام الغالي الخواجه بيدافع عن النادي الاهلي، يا صديق الخواجه يا صديق يا اللي الاهلي عمل لك تاريخ واداك كاس العالم للانديه، الخواجه بيدافع عن النادي الاهلي، يا مجدي عبد الغني الخواجه بيدافع عن النادي الاهلي، يا مصطفى يا يونس الخواجه بيدافع عن النادي الاهلي. اسماء كتير، اسماء كتير، مش عايزين نخوض في القصه دي يعني. لكن برضو بخصوص النادي الاهلي واللعيبه، عصام اسلام الشاطر وجه كلمة للاعب محمد صديق، كلم محمد صديق وقال إن محمد صديق، هو ما قالش صراحة اسم محمد صديق، قال بعض اللعيبة قالت إن فترة الأهلي صعب علينا، هو قال كانت سنة مش عارف، كانت سنة مش عارف إيه، وإنه ندمان لعب، ندمان لعب في النادي الأهلي، قال لك وعايزين ننساه. حضرتك لولا فترة النادي الأهلي، ده إسلام الشاطر في قناة النادي الأهلي بيقول يعني، حضرتك لو مش فترة النادي الأهلي ما كنتش هتروح كاس العالم للانديه، عمرك ما كنت هتفوز بالبطوله الافريقيه، ما كانش هيبقى 72% من الشعب المصري بيشجعك، نجوميتك هو سبب اسم الاهلي. انت كنت ايه في نادي الزمالك؟ محدش كان يعرفك. نادي الاهلي لا، رحت كاس العالم، رحت بطوله افريقيا. ده بالنسبه لرد اسلام الشاطر على محمد صديق وكلامه انه نادم على ان لعب في نادي الاهلي السنه دي. وبرضه وجه كلام اسلام الشاطر للاعيبه النادي الاهلي، هو ما حددش اسماء، لكن كلنا عارفين يعني الاسماء راحت فين يعني، لحسام الغالي وعماد متعب ومؤمن، اللي كانوا بيتكلموا عن مؤمن زكريا والكلام ده كله يعني. فقال لك افتح كتاب التاريخ وشوف انت كنت، او نفس شبه الكلام اللي قاله وائل جمعه، افتح كتاب التاريخ وشوف قبل الاهلي انت كنت فين وبعد الاهلي بقيت فين. قال لك في بعض اللعيبه بيحاولوا يمرروا رسالة سلبية لحتى اللعيبة الصغيرين اللي في النادي الأهلي، على إن النادي الأهلي بياكل ولاده، على إن النادي الأهلي مش عارف إيه.
قال لك لكن عمرك ما هتقدر، عمرك ما هتقدر. جمهور النادي الاهلي عارف يعني ايه النادي الاهلي، لعيبه النادي الاهلي عارفه يعني ايه النادي الاهلي. يا اخي وانا عن نفسي بقى، انا شخصيا بيصعب عليا، يصعب عليا ان وائل جمعه زي ما قلت لحضراتكم مش ابن من ابناء النادي الاهلي، لكن راجل ادى كتير، ده اللي ادى كتير النادي الاهلي ومقدر قيمه تيشيرت النادي الاهلي. محمد ابو تريكه الاسطوره الماجيكو بحب واخلاصه للنادي وبتضحياته الحقيقيه من نواحي ماديه كتير، افضل بمراحل من ناس كتير من ابناء النادي الاهلي ان لم يكن يتحط من العشره الاوائل في حب النادي الاهلي على مر التاريخ، وده مش مبالغه يعني. لكن اسلام الشاطر ما هوش ابن من ابناء النادي الاهلي يعني، لكن تلاقي هو ناس دول وقعوا وسقطوا، واحنا بنحاول كنا بنحاول نلاقي لهم اعذار، لكن الطريقه اللي على ما يبدو انه متصورين ان جمهور النادي الاهلي زي اي جمهور تاني بينسى وبيعدي، لا جمهور النادي الاهلي بيتناسى، بيحاول يعني يتناسى بعض المواقف لبعض اللعيبه وتعتمدوا على ذاكره السمع. النادي الاهلي يعني طبعه حليم، لكن زي ما بقول لك الطاقه الشرعي الحليمه اذا غضب ممكن اتحملك مره اتنين تالتة خلاص، وبعدين هتحملك ليه يا أخي؟ أنا شايف إن أي حد مثلا، لو أنت مثلا واحد وقف جنب منك أو واحد أنت ما كنت لا شيء وواحد جه نجمك خلاك نجم وبتاع وبعد كده جاي تخبطه بالرجل، مع الفارق طبعا تخبط مين بالرجل يا ابني، أنت مهبول، لكن حتى ما تذكرش فضله عليك يعني، وربنا سبحانه وتعالى صاحب الفضل على الجميع، لكن بيسبب أسباب أو بيخلي ناس سبب يعني، أو بيخلي مؤسسات او هيئات او اشخاص سبب، يقول لك لا انا مش عارف ايه، يطلق على هذا الشخص ايه يعني. انا عايز اللعيبه اللي هي اتكلمت يعني يقولوا كده، الواحد اللي وقف جنبك وفي الاخر جاي بتهاجمه او بتقول ان محدش وقف جنبي ومحدش مش عارف ايه وتهاجمه اللي هو السبب ده، بنسميها عندنا في الفلاحين قليل الاصل. ده بالنسبه لموضوع اسلام الشاطر. بالنسبه ل كلام كتير انتشر الفترة اللي فاتت عن أطهر الطاهر لاعب نادي الهلال السوداني، وربطت بعض التقارير الصحفية ما بينه وما بين اسم النادي الأهلي ومحاولات النادي الأهلي للدخول في تفاوض مع إدارة نادي الهلال السوداني لضم أطهر الطاهر يعني. فبعض المصادر في النادي الأهلي أكدت قالت إن أطهر الطاهر لاعب نادي الهلال ما دخلش أبدا في حسابات الجهاز الفني النادي الأهلي ريني فايلر، وما فيش أي كلام عن التفاوض معاه ولا تفاوض مع نادي الهلال بخصوص اطهر الطاهر، سواء تفاوضات من خلال اتصالات هاتفيه اي تفاوض شفهي او تفاوض رسمي خلال الانتقالات الصيفيه المقبله، فبالتالي كلام عن اطهر الطاهر كلام خارج عن نطاق الصحه وليس له اي اساس من الصحه خلال الفتره المقبله. ده بالنسبه للكلام عن اطهر الطاهر وبعض الناس اللي زجوا باسم اطهر الطاهر في او زجوا باسم النادي الاهلي في صف. كل الناس دلوقتي عايزه تتكلم علشان وكلاء اللاعبين يستفيدوا. حضرتك النهارده مع احترامنا لاطهر الطاهر وغير اطهر الطاهر يعني انت النهارده وكيل اعمال عايز يكسب له قرشين، عايز ياخد له قرشين، فدخل الاهلي دخل الزمالك دخل لعيب مش عارف ايه، فالنادي الهلال اللي ما بداش لسه هو حاسس ان النادي بتاعه يعني اللاعب بتاعه، فنادي الهلال ما دخلش الحق الحق ده النادي الاهلي هياخد، الحق الزمالك هياخد، طب علي السعر عشان اطهر او غير اطهر الطاهر. مش اطهر الطاهر دي السمه اللي غالبه حاليا على معظم الناس، ان انت وكيل لاعبين عايز ينهش في انديه او بيراميدز بيتكلم ما اعرفش مع مين مش عارف ايه والحق مش عارف عشان ادفع وانا قلقان يعني. بالنسبه للاعب صالح جمعه كلام كتير انتشر على انه خلاص قاب قوسين او ادنى من الانتقال الى نادي بيراميدز على سبيل الاعاره، احنا ما عندناش اي مشكله ويطلع والله ادى اداء جيد هيرجع، ساب نفسه يبقى ضاع من بيراميدز وهيضيع الى الابد يعني. ده بالنسبه لصالح جمعه وبعض الاخبار. بنلخص الفيديو، اذا عجبك الفيديو اضغط لايك وشير الفيديو على صفحتك على فيسبوك وتويتر، ولو بتشوفنا لأول مرة اشترك بالقناة وفعل زر الجرس علشان يوصلك إشعارات بكل الفيديوهات الجديدة الخاصة بالقناة. وشكرا على حسن متابعة حضراتكم، السلام عليكم ورحمة الله.